تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من قصه كل جمعه اللي بتيجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، عشان هيك بقول لكم تشتركوا فيها. حلقه اليوم قصه جميله ربما غريبه في كره القدم، لكن قصه فيها درس لنا جميعنا انه نحافظ على شغفنا، نحافظ على اللي ميزنا كل ما تقدمنا بالعمر عشان نحافظ على نجاحنا. قصه اليوم بتخليك تفهم ليش الناس اللي عاشت مع مورينيو في البدايات حتى اليوم بتشجعه، حتى اليوم بتامن فيه رغم تراجعه بالفتره الاخيره. قصة اليوم نفهم ليش مورينيو مدرب خاص للغاية، له جماهير وراه وين ما راح. خلونا نرجع لدوري أبطال أوروبا 2004-2005. شو يعني 2004-2005؟ يعني أول موسم لمورينيو مع تشيلسي، تشيلسي اللي كان له رومان أبرامفيتش تقريبا سنتين معهم، وكان معلن بده لقب دوري أبطال أوروبا، وعشان يجيبه راح جاب بطل دوري أبطال أوروبا 2004 جوزيه مورينيو، بطل الدوري الأوروبي 2003 جوزيه مورينيو، وفي المرتين مع بورتو، يعني مدرب مختص بأوروبا. ولما وصل قال لهم أنا سبيشال وان، يعني جاي أعمل اللي بده إياه أبرامفيتش فعلا وأجيب دوري الأبطال. بدأت الدور المجموعات، تشيلسي أموره تمام، اتصدر مجموعته على بورتو، وبعدها سيسكا موسكو، وفي المركز الأخير باريس سان جيرمان اللي كان وقتها مضطهد أوروبيا قبل ما يصير قوة حقيقية هذه الأيام. في المقابل كان هناك فريق بايرن ميونخ بيلعب الدور الأول بيحتل المركز الثاني خلف يوفنتوس، وفي دور 16 كان مطالب يواجه أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بلا أي خسارة، بس بايرن قدر يخلص من أرسنال، هزمه 3-1 ذهاب، خسر معه 1-0 إياب، وعبر لدور الثمانية. في المباراة الثانية كان في مباراة انتقامية خاصة جدا مش لتشيلسي، لمورينيو، لأنه عم بواجه برشلونة. شو يعني بواجه برشلونة؟ يعني مدربهم ريكارد. مين ريكارد؟ المدرب اللي أخذ مكان مورينيو في برشلونة. مورينيو كان مرشح يدرب برشلونة لآخر لحظة، ثم قررت إدارة برشلونة تحط فرانك ريكارد. المسألة خاصة لمورينيو، وبنعرف مورينيو بشخصنا الأمور. بدأ لقاء الذهاب بلانشت الأمور زي ما بده مورينيو، خسر 2-1، قلبت عليه الأحوال بالشوط الثاني لصالح برشلونة. في الإياب واحد من أجمل المباريات في دوري أبطال أوروبا الإقصائية، 19 دقيقة تشيلسي بولع الملعب بيسجل 3 أهداف، انتهت الأمور. لا، لأنك بتلعب ضد ساحر، بتلعب ضد رونالدينيو اللي سجل الهدف الأول ثم سجل هدف ثاني، يعتبر من أجمل الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا. من كرة في ثبات، الساحر جمد الجميع، ما حدا تحرك، لمسة واحدة هدف رائع في شباك تشيلسي، بس جون تيري أنقذ مورينيو وقال له الانتقام إلك يا مورينيو، وتأهل 4-2 لدور الثمانية. حيواجه بايرن ميونخ، مورينيو وقتها كان بلا نقاش أقوى مدرب ذهنيا للاعبين في العالم، بيخلي محمد عواد زي ميسي في الملعب من كثر ما بيقنعه انه لاعب مهم ولاعب قادر يهزم مين مكان. مورينيو كان مميز جدا، بس في مشكله كبيره، مورينيو ممنوع يتواجد في دور الثمانية. ليش؟ لانه بعد لقاء الذهاب اللي انقلبت فيه الاحوال امام برشلونه، مورينيو خرج وانتقد الحكم اندريس فريسك، وقال عنه انه التقى مع ريكارد بين الشوطين وبعدها الامور صارت لصالح برشلونه، يعني كانه بيقول ريكارد رتب الامور مع الحكم عشان يقلب الامور على تشيلسي. الاتحاد الاوروبي شعر بخطوره هاي التصريحات لانه صارت تيجي للحكم تهديدات بالقتل، فتم ايقاف مورينيو مبارتين، مش انه ممنوع يجي على الملعب او ممنوع يكون تحت، ممنوع يتواصل مع اي لاعب. مورينيو مستحيل يضيع الفرصه، انا سبيشال وان ولازم اثبت اني سبيشال وان ولازم اتخلص من بايرن واكمل لنصف النهائي. مورينيو عمل شيء غريب، قرر يروح يوم المباراه على ستانفورد بريدج في لقاء الذهاب مبكر جدا، ويقعد يستنى بغرفة تغيير الملابس. الاتحاد الأوروبي مش رفع الملعب تماما لأنها مباريات دوري الأبطال بتكون تحت إشرافه، بس الاتحاد الأوروبي ما بيدخل الغرف الخاصة، ما بيدخل غرفة تغيير اللاعبين الفريقين ولا غرفة تغيير الحكام. مورينيو ظل هناك من الصبح بيستنى اللاعبين يوصلوا، وفعلا وصلوا ولقيوا وأعطاهم التعليمات الأولى، ثم ذهبوا إلى المباراة، وحتى الآن كل شيء تمام. بس مش هون القصة الغريبة جدا. خلال المباراة شعر الاتحاد الأوروبي أنه مورينيو موجود، شعر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه مورينيو موجود في مكان ما في الملعب، في بعض الناس عم بتلمح أنه شافوه، بس مورينيو بيأكد أنه ما شافوني بس شكوا أني موجود. مورينيو كان محضر خطة هروب عجيبة بعد نهاية المباراة، وهي في سلة الملابس تحت اللاعبين، كان منسق مع الكتمان الرجل المسؤول عن ملابس اللاعبين أنه كيف يطلع، ولما شافوا انه الرقابه مشدده من الاتحاد الاوروبي لكره القدم اللي بتحاول تلقى مورينيو، ولو لقيته حتكون العقوبه مشدده، ايقاف المباراتين ممكن يصير 10 و12، فقرروا يغلقوا عليه سله الملابس ويطلعوه من الملعب عشان يهرب. طبعا لهذه اللحظه مورينيو كان وضعه تمام، بس بيحكي في تصريح لبي ان سبورت، كنت اختنق
كنت اموت لانه كان كل شيء مسكر علي. الخطه كانت تحكي اني اطلع من غرفه اللاعبين جوا السله صحيح، بس في عندي شق للتنفس، لكن نتيجه التشديد من الاتحاد الاوروبي لكره القدم اضطرينا نسكرها تماما. فلما وصلت وفتح علي عشان اطلع كنت اختنق، كنت اموت. I was claustrophobic. خطة مورينيو نجحت مرتين. الأولى إنه قدر يعمل تأثير نفسي للاعبين اللي ما كانوا عارفين إنهم حيلقوه في غرفة تغيير الملابس ويكون معهم بين الشوطين أيضا، وقدروا يفوزوا 4-2، وحتى النتيجة كانت 4-1 للدقيقة أخيرة قبل ما يسجل بلك ركلة جزاء لبايرن ميونخ. أيضا نجحت خطته بالهروب بدون ما ينمسك، وما قدر حدا يعرف شو اللي عم بصير لأنه في أشياء غريبة كانت تصير في الملعب. عندك أحد المساعدين إله لابس طاقية وكأنه عم بيحكي في إيربيس في ذهنه، لكن هذا الشيء ثبت إنه خاطئ. في عندك مدرب حراس المرمى اللي كان كل شوي ينزل على غرفة تغيير الملابس ويرجع، وأول ما يرجع يعمل تبديل. في شيء بصير تحت في غرفة تغيير الملابس تحت اللاعبين، بس الاتحاد الأوروبي مش قادر يعرف شو هي. ب 2007 ديلي ميل وصحيفة التايمز نشروا تقرير مشترك بيكشفوا فيه بعض التفاصيل، بيقولوا مورينيو كان في غرفة تغيير الملابس، ومش زي ما اعتقد البعض إنه كان عم بيحكي بسماعة مع أحدهم عن بعد. مورينيو كان موجود، ومورينيو هرب في سلة ملابس اللاعبين. مورينيو دخل حضر المباراة على التلفزيون، أجرى التبديلات بنقاش مع مدرب حراسه لما كان يروح له، وأعطى خطاب قبل المباراة وبين الشوطين للاعبين. مورينيو أدار المباراة من جوا الغرفة مش من برا. ومن قوة وخطورة الموضوع كان مورينيو مسكر على اللاعب، ممنوع حدا يعرف قبل، ممنوع حدا يحكي بعد، عشان هيك استغرق الموضوع سنتين تقريبا. وإدارة تشيلسي بعد ما ديلي ميل وتايمز نشروا قالت في بيان هذا الخبر كاذب والموضوع كان كله تحت الإشراف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونحن ننفيه نفيا تاما. هذا كان النفي بس في 2019 وبتصريحات لأول مرة بيعترف فيها مورينيو رسميا عبر بإن سبورتس كان يحكي فيها نعم عملت هيك، وشرح أهدافه وقال لا بد أكون من قريب من اللاعبين بهيك مباريات حاسمة، صعب جدا أكون بعيد عنهم. لكن مورينيو نجا من العقوبة، بس مش هون الأعجوبة، مش هون الغرابة، بس الغرابة انه هذه مش اول مره. مورينيو لما كان في بورتو حسب كتاب لاعب تشيلسي السابق وبورتو السابق مانيش بيقول فيه اثناء مباراه انم مع بوافيستا مورينيو كان موقوف وفجاه جاءت سله ملابس متسخه قذره وطلع منها جوزيه مورينيو واعطانا تعليمات اللقاء. مورينيو كان مختص شكله بالتهرب ما بين ملابس اللاعبين. موقع سبورت بايبل بيقول هذه القصه بتخلينا نفهم ليش مورينيو هو المدرب الاكثر تفضيلا بالنسبه لكثير من العالم في وقته، ليش كان وقتها حالة خاصة، ليش كان وقتها سبيشال ون. لكن هذه القصة ايضا بتحذرنا كلنا جميعنا انه الرجل اللي كان مستعد يعمل اي شيء عشان يفوز ممكن يتغير لو ما انتبه لنفسه، لانه رجل بتهمون الناس انه ما بيعمل اي شيء عشان يفوز. بنوصل هنا لنهاية حلقة قصة الجمعة، بذكركم تشتركوا لايك، تشتركوا بالقناة وتروحوا على قائمة التشغيل الخاصة بقصة الجمعة على اليوتيوب وتشوفوا الحلقات الكثيرة اللي نزلناها. والسلام عليكم ورحمة الله.